كاملة في نهار واحد، ما عندناش حد سليمان باش نحلوا المشاكل ديالنا كاملين، ولكن اللي مهم وأساسي خصنا نحسوا بأنه كاين الهم ديال مدينتنا، ومنين الواحد كيكون فيه الهم ديال مدينته كيفيق في الصرع وكيخدم فيها، أنا متأكد بأنه غيعطي شي حاجة من صحته، غيعطي شي حاجة من وقته باش نخدموا هذه المدينة. المشاكل ديال المدينة كتعرفوها كاملة، كل واحد كيتمنى تكون عنده دارو، كل واحد كيتمنى المدينة تكون نقية ونظيفة والسفر كيتهز في وقته، كل واحد كيتمنى تكون البولة حدا دارو مصوبة، تكون الطريق ديالو مصوبة، تكون المدرسة قريبة له، تكون السبيطار موجودة، يكون الطوبيس مزيان، كل هاد الحوايج أي واحد كيتمناها، وكيتمنى كذلك إلى عندهم ولاد ويلقاو فين يخدموا، هذه هي الحياة، وهادو هما باش كيخدموا الناس، خصنا نخدموا مادنا مع سيدنا، خصنا نخدموا مادنا مع الناس اللي كيخدموا البلاد. نعاونوا عليكم باش هذه المدينة تكون أحسن مدينة في العالم ماشي في المغرب كامل، نعاونوا عليكم باش نعليو مدينة ديال طنجة. معنا طاهر القر مدير الحملة ديال الأصالة المعاصرة مغوغا. سي طاهر أهلا. أهلا وسهلا. سي طاهر، الأصالة المعاصرة غادي تصدر الانتخابات بصراحة؟ طبعا الحال حزب الأصالة والمعاصرة هو حزب يهدف أساسا إلى تغيير المشهد السياسي، ومن ضمن أولوياته هو السيطرة أو تصدر هذه الانتخابات الجماعية والجهوية، لأن الحزب يعمل بجد منذ مدة على وضع برنامج وعلى ضمان الاستمرار التدبير الجماعي وأيضا على مستوى الجهة للوصول إلى الأهداف الأساسية المسطرة من طرف قيادة حزب الأصالة والمعاصرة. طيب الوجوه اللي تقدمتوا بها، الشارع كامل كينتقد مجموعة من الوجوه اللي هي تتكرس فقط المال وبعض الأشخاص اللي حتى تاريخ ديالهم على المستوى ديال طنجة احيانا عليها بين قوسين. واش كتشوف بهذه اللوائح هذه ممكن انكم تنافسوا مستقبلا وترهنوا على واحد طنجه كتغير؟ الحزب بطبيعه الحال حاول ما امكن انه ينتقي مجموعه من الاسماء الجديده والتي لم يسبق لها ممارسه العمل السياسي ولم يسبق لها ترشح، حيث نجد انه حوالي تقريبا 70% من اللوائح هي او المترشحين في هذه اللوائح هي جديده. هناك اسماء ايضا معروفه قديمه في الحياه السياسيه تمارس الحياه السياسيه وفق وجهات نظر محدده، وتعمل ايضا على ربح هذا الرهان، رهان هذه الانتخابات الجماعيه والجهويه. طيب سي طاهر، بصراحه ما كتشوفوش بانكم كتصرفوا اموال كبيره هذه البهرجه والقصر؟ شنو رايك؟ أنا بكل صراحه لا، القضيه ديال الانفاق هو انفاق عادي جدا، وانا اشرف على جزء من هذه الحمله على مقاطعه مغوغا، فالانفاق هو عادي جدا ولا يعني لا يوجد فيه لا بذخ ولا تبذير، ولا لدينا مجموعه من الوسائل الاساسيه المعتمده من طرف كافه الاحزاب كيفما كان نوعها. بطبيعه الحال لدينا قوه وعزيمه من الشباب ومن حضور الأطر الحزب من أجل تحريك هذه الحملة وتفعيلها وإعطائها بعد جديد. طيب شنو رأيك في استعمال الأطفال في الدعاية؟ استعمال الأطفال في الدعاية هو مسألة قانونيا ممنوعة من الناحية القانونية، كما نتحدث عن الدعاية بشكل عام، الدعاية للمواد والدعاية للبرامج وأيضا الدعاية السياسية. فنحن كحزب لا نعتمد على هذه الممارسة، قد تصطاد عدسة يعني مصور معين بعض الأطفال يحمل نشارات حزب معين، فهذا لا يعني أن هذا الحزب يستعمل هاد الأطفال، وهذه المسألة نريد أيضا أن نعتمد حملة يعني أخلاقية، ونحاول دائما أن نعتمد أو نعمل على احترام ضوابط القانونية، ولذلك نظمنا مجموعة من الدورات التكوينية لصالح العاملين في الحملات الانتخابية.